قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا الحديث وهو ذكر الرأس، رأس كل 100 سنة، قال بعض العلماء إن ذكر الرأس من باب القيد الاتفاقي، يعني اتفق ذكره في الحديث، فيكون هذا التشديد في أي سنة من سنوات 100. وعلى هذا القول يكون المجددون كثر لا يحصون، لكن وهو الأظهر أن ذكر الرأس قيد احتراز. لكن ما معنى الرأس؟ هل هو في أول 100 أم في آخر 100؟ الرأس يكون في الأول، ولكن لا يعني أن الرأس لا يكون في آخر 100. وهذا الحديث الرأس فيه هو آخر 100 ليس أول 100. وإذا يقول أنس رضي الله عنه: بعث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 40، مما يدل على أن الرأس هو آخر 100، أن الأمة أجمعت على أن من بين المجددين هو عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز هو في أواخر 100، في التسعينات من 100. وإذا كان الرأس هو آخر 100 وذكره اشتراكي يدل على أن المجددين ليسوا في تلك الكثرة، فيما لو قيل إن ذكر الرأس قيد اتفاق. ويقول بعض العلماء: ويعيش هذا المجدد سنوات قليلة بعد خروج 100. وعلى وارد محمد عبد الوهاب على ما ذكره هؤلاء العلماء من المجددين ولا محال، ماذا توفي 1206. وهل يبعث الله عز وجل أكثر من مجدد؟ قال بعض العلماء: نعم يبعث أكثر من واحد، لأنه قال من ومن بالعموم. لكن قال بعض العلماء: لا، لأن هناك رواية قيدة رجل يجدد لها دينه. لكن اعترض على هذا بأن ذكر الرجل لا يدل على نفي أكثر من مجدد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجدد لها دينها، أي شاملا. وإذا الشافعي رحمة الله عليه عد من المجددين، ومع ذلك ليس مجددا في جانب السياسة والحكم، بينما عمر بن عبد العزيز صدق عليه الوصف كله، وبالتالي فيجوز أن يبعث أكثر من مجدد.